اهلا بيكم في لقائنا اللي بيحضروا معايا اول مره. انا اسمي احمد دملاوي وانا متخصص طبيب وتخصصي في كيف يشعر الانسان. هنتكلم النهارده عن مشاعر الانثى وكيف تشعر الانثى. انوثة يعني انسانية، يعني رحمة، يعني لطف. لو الانثى مش عايشة مشاعرها الانثوية مش هتعرف توظف جسمها صح، وكل مرض ايا كان اسمه صورة لخلل في الشعور. مين من حضراتكم لما بتبص في المراية بتبتسم لنفسها حبا؟ ومين قرفانة من نفسها؟ عايزة حد يحبني. هيحبك منين؟ إذا كنت أنت بتكرهي نفسك أصلا. تصبغات الجلد بمنتهى البساطة سهلة جدا وبتروح. ما حصل شلل في حركة المريء أصلا. والحاجة الثانية اكتشفت إن أنا سمعي إن ودني الشمال ضعيف شوية. الأنثى اللي تشعر إنها أقل يقينا وأحلفلك عليها وخليها أي واحدة تناقشني ضعيفة جدا في الود واللطف.